لابد كل مجتمع ناجح، كل مجتمع ناجح وليس بفاشل، أن يكون بجناحين في علمين أحسنت. حتى يحلق في أجواء التطور المادي والمعنوي. مشكلتنا الآن المعاصرة بالغرب وبالشرق وحتى في بلادنا الإسلامية، المشكلة أنه تجد هناك فاصل بين الماديات والمعنويات، بحيث إما أن يكون ماديا يتوغل في الماديات أو يكون معنويا وينسى الماديات، كالرهبانية. بل لابد من الجناحين، الطير إنما يطير بجناحين. فنحن نحتاج إلى المدارس الأكاديمية كما نحتاج إلى الحوزات العلمية، نحتاج إلى أستاذ الجامعة ونحتاج إلى أستاذ الحوزة، إلى كليهما نحتاج. مجتمعنا، مجتمع العراقي مثلا، مجتمع الإيراني، أي مجتمعاتنا الإسلامية بالخصوص إنما بحاجة. ومن هذا نقول لابد من الوحدة والاتحاد بين طلاب الجامعة وبين طلاب الحوزة، بين أساتذة الجامعة وأساتذة الحوزة. الاستعمار والاستكبار العالمي لا يريد ذلك، أراد الفصل بينهما، أراد الفصل وفعل الفصل بينهما. أنه تجد مثلا الجامعي يعتبر رجل الدين رجل متخلف رجعي وكذا، والرجل الدين يعتبر هذا الجامعي أنه رجل فاسق فاجر لا دين له إلى آخره، بحيث فصل بينهما. ولكن والحمد لله بعد الثورة الإسلامية في إيران وكذلك الوعي الذي صار في العراق وفي بلادنا الإسلامية، رجع هذا التلاحم الذي يكون بين الحوزة وبين الكليات، بين الحوزة والمدارس الأكاديمية.